للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير العسكري السوري العميد عبد الهادي ساري. أهلا بكم سيادة العميد إلى هذه الجولة الإخبارية إلى استوديو رافدين. يعني هناك اتفاق بين النظام والفصائل في درعا برعاية روسية، كيف ترى هذا الاتفاق في المجمل وإلى أي مدى يصب في مصلحة المدنيين؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم. أهلا بكم. في الواقع يعني الجميع يتكلم بأن الثورة السورية ابتليت بقادة ليست من خيار هذه الثورة. وهذا الخيار فرض مخابراتيا ومخابرات العالم جميعها بأن ارتقت على شراع الثورة وأعطت أو نصبت علينا من هم ليس بهذه المناصب، سواء كان سياسيين أو عسكريين. يعني ما ينطبق على الوضع السياسي ينطبق على الوضع العسكري. وبالتالي دول العالم والمخابرات العالمية ارتأت في هؤلاء أن يكونوا أشخاص لتدمير سوريا بما فيهم النظام طبعا. تدمير سوريا، وبالنهاية يتم بعد تدمير هذه الدولة التي كانت أجمل ما يكون في العالم بأن تدمر على أيدي أبنائها، سواء كان النظام أو المعارضة. وبالتالي نحن خذلنا من دول العالم وخذلنا أيضا من قادات هذه الثورة. والآن في الجنوب السوري وبعد أن تم تدمير الجنوب السوري تقريبا وبنسبة 60% من الجنوب السوري تم تدميره، وقعت الفصائل بالجنوب السوري على هذا الاتفاق بين الجانب الروسي الذي هو ليس ضامنا بل هو مكتلا للمنطقة، سواء كان في الشمال أو في الجنوب، ولنا تجارب معه سواء في الغوطة الشرقية أو في حوض دمشق أو في حماة أو حمص أو حلب. ما الذي دفع يعني الفصائل للتوقيع؟ هو معتدي، هو قاتل، هو نفس. سيادة العميد، ما الذي دفع الفصائل للتوقيع على هذا الاتفاق الآن؟ لماذا لم تقوم بالتوقيع منذ بداية المفاوضات مع الجانب الروسي؟ هذه الفصائل او هؤلاء الذين قاموا بهذا التفاوض هم ليسوا خبراء بالتفاوض، وهم يعني شباب وجدوا على رأس فصائلهم بدون خبرة، بدون أي دراسة لأي نوع من أنواع التفاوض. وبالتالي تم الإصرار من قبل الروس، والروس يعني هم وضعوا سقف للمفاوضات قبل بداية المفاوضات، يعني كان أولها في عمان ومن ثم في خربة غزالة، وأخيرا تم الالتقاء في بصر الشام. تم رفع سقف المطالب من قبل روسيا، كما تم رفع السقف سابقا في الغوطة الشرقية. اليوم روسيا ابدت مرونه اكثر من المرات السابقه، واعطت الفصائل يعني نوع من هذه المرونه بان يتم تسليم السلاح تدريجيا، وبالتالي تم توقيع هذا الاتفاق. يعني تحت شعار المدنيين الموجودين في الحدود السوريه الاردنيه وحدود جولان، تحت هذا العنوان تم الاستسلام، يعني استسلام ببنود ربما تكون يعني اصغر من التي كانت موجوده في الغوطه الشرقيه. الاتفاق نص على تسليم السلاح الثقيل بشكل تدريجي وعوده مؤسسات النظام المدنيه الى العمل في الجنوب. اذا كيف سيكون الحال في درعا؟ هل ستعود درعا الى يد النظام ام انها ستكون بيد الشرطه الروسيه وتحت وصايه روسيه؟ يا سيدي الكريم، اولا الشرطه الروسيه هي شرطه او دوله هي معتديه، ودوله هي من ثبتت النظام، ودوله هي من اوقفت النظام على قدمي، وهي الان تريد تلميع هذا النظام، سواء كانت الشرطه الروسيه او يعني المخابرات السوريه، هم جميعا وجهان في عمله واحده. وبالتالي يعني هو تلميع فقط، لان هناك شرطه روسيه وهناك قوى روسيه متواجده، التلميع هو يذبح وذبح الشعب السوري. وبالتالي يعني نقول بان الشرطه الروسيه الان وخلال 3 أشهر هي متواجده على المنطقه في الجنوب، وقالت بان قوات النظام ستبتعد الى ما بعد المناطق المحرره سابقا، وهذا اعتقد انه اني وليس يعني سيمتد الى ما لا نهايه او الى الوصول عند الوصول الى حلول سياسيه، اعتقد قبل الوصول الى حل سياسي سيكون هناك قوات النظام متواجده في كل المناطق التي تم التوقيع فيها اتفاق معه. مع هذا الاتفاق هل سقطت الجبهه الجنوبيه عسكريا بيد النظام وروسيا؟ ربما يعني بالموازين العسكريه نعم سقطت، لكن ضمن الجميع بان الثوره لم تنتهي، الثوره هي عباره عن
فكر وعقيدة، فكر نحمله في أدمغتنا وعقيدة وهي في قلوبنا، وبالتالي الثورات ليست جغرافيا، والثورات هي ليست مساحات يمكن الاعتماد عليها والوصول إليها، الثورات هي عبارة عن عقائد وأفكار يمكن أن نتحلى بها وأن نقدم ثورة جميلة غير الثورة التي فيها قتل والذي سحب النظام أو جر النظام الشعب السوري إلى الدمار وإلى الهلاك. نعم سيادة العميد عبد الهادي ساري الخبير العسكري السوري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.